لماني طلبة وجمهور مدينة جيرانا مسرحية مملكة الدجاج. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي في أخبارنا لليوم، والتي نذكركم أنها هامة وضرورية لسلامتكم. أساسية من الزيت والسكر وفرينة، فهنيئا لنا. ماشي شغلك يا حليمة، أنا هادشي اللي مكتوب عندي، واش تغادي ندير لك؟ شكرا على انتباهكم، ونتمنى لكم فرجة ممتعة مع الفيلم العربي هيا يا حبيبتي ما تكونيش معقدة. وكما نذكركم ببرنامج صباح الليل يا وطني في نفس التوقيت المعتاد. وشكرا.
للحضور الكريم في إطار تنقل قافلة الإعلام والتوجيه وبتنسيق من رئاسة جامعة محمد الأول وبتعاون مع جمعية المبادرات قدمت لكم طلبة التنشيط السوسيو-ثقافي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة مسرحية مملكة الدجاج. كان من تأليف المسرحية الحاضر الغائب معنا الطالب اللي ما جاش نظرا لظروف العمل القاهرة منذ توفيق أوفقي. كان معنا في المؤثرات الصوتية وأيضا الصور السمعي البصري جواد بن عائشة. كان معنا في المحافظة العامة حفيظة بوكلاوي. كانت معنا في المكياج صفاء بشيري. كان معنا في إدارة الخشبة زكريا بن عائشة زكي بن عائشة. كان معنا في السينوغرافيا وأيضا الأكسسوار والإشراف الفني لهذه المسرحية الفنان المسرحي السي محمد بن كدور. كان معنا في تشخيص الأدوار أما بدور الشاعر أو الكاتب محسن بن عائشة. قامت معنا بدور الملثم وأيضا السمسار وأيضا المذيع أو المذيعة سعاد حليلي. شكرا. كان معكم في تشخيص الدجاجة زي العابدين أفقير. المسرحية كانت من إخراج كذلك زي العابدين أفقير. شكرا.
يا هاي